نتحدث أكثر مع ضيفنا السيد أحمد ياسين الرئيس التنفيذي لمجموعة بيزنس كوميونيتي. أيمن ياسين الرئيس التنفيذي لمجموعة بيزنس كوميونيتي، أهلا ومرحبا بك معنا. نتحدث عن الفرص المتوفرة والخيارات الجديدة لمصر اليوم من أجل سد الفجوة التمويلية في ظل الإعصار المترتب على غلاء الدولار اليوم. لأي حد تعتقد بأنه الين الياباني وكذلك اليوان الصيني شراء نوع من الإصدارات من هذا القبيل ربما سيوفر على مصر في ظل ما تواجهه من غلاء في ارتفاع تكاليف الدولار؟ طبعا زي ما حضرتك تفضلتي، يمكن مصر تسعى في الفترة الحالية لسد العجز في الموازنة عن طريق الاقتراض الخارجي. يمكن مفاوضات صندوق النقد هتاخد فترة ما بين شهر لشهرين زي ما صرح وزير المالية. لو بصينا برضو على الهيكل القروض الخارجية لمصر هنلاقي ان حوالي 37% دي قروض من مؤسسات دولية و21% في صورة سندات، فبالتالي هي ده بيعكس اعتماد مصر على الديون الخارجية يا إما في صورة قروض زي صندوق النقد الدولي يا إما إنها بتصدر سندات. المرة دي يمكن الفرصة كانت متاحة لمصر إنها تقترض باليوان الصيني أو بالين الياباني عشان سببين، أولاً إنها تطلع سندات وده من الادوات اللي بتعتمد عليها في سد العجز. السبب الثاني انها عملات مختلفه غير الدولار واليورو واللي بيمثلوا حوالي 80% من الدين الخارجي لمصر، فبالتالي ده هيبقى فيه نوع من انواع التنوع في العملات حتى في الاقتراض. نعم، طيب سيد أيمن، اليوم هل هذا التوجه للأسواق الصينية واليابانية عم بيعطي أي إشارات بالنسبة للأسواق بأنه قد تفشل هذه المفاوضات اليوم مع صندوق النقد، وخصوصا أنه الشروط حتى الآن يعني ما زالت مطلوبة لتقديم هذا القرض، وإن كنا سمعنا من وزير المالية أنه قد ينخفض مستوى هذا القرض إلى ما بين 5 إلى 8 مليار، يعني هل هذه إشارات ربما بهذا توقيت للتوجه إلى الأسواق الأخرى؟ بالنسبة لصندوق النقد الدولي هو في علاقة طويلة الأمد مع مصر، هي مش مجرد قرض، لا، صندوق النقد شريك في الإصلاح الهيكلي والاقتصادي في مصر، وبالتالي وجوده ضروري مش بس كمقترض لأن دوره الأساسي هو الإصلاح الهيكلي في مصر، فبالتالي الصندوق كده كده في اعتقادي هيبقى موجود. لكن المفاوضات حاليا هي مفاوضات طبيعيه، يمكن وجهه نظر مصر وفقا ما صرح السيد رئيس الجمهوريه في برلين مع المستشار الالماني ان هو محتاجين مرونه اكثر لوجود ظروف استثنائيه، ولكن الظروف الحاليه يمكن صندوق النقد بيبص لها انها ظروف عاديه. بالنسبه لمصر هي طبعا تاثرت بعد جائحه كورونا وبالتالي كمان بعد حرب روسيا واوكرانيا، فبالتالي كان التاثير بالغ. طلب مصر انها يبقى في هناك مزيد من المرونه، الا ان صندوق النقد لسه بيشوف ايه هي الملابسات اللي ممكن يعملها. حاليا مصر توجهها لجهات اخرى مش معناه ان فشل المفاوضات مع صندوق النقد، زي ما وضحت هي صندوق النقد شريك مع مصر في الاصلاح، وسواء حاليا او مستقبلا هيتم الاتفاق والشروط هنوصلها، لكن في نفس الوقت عشان في هناك عجز لابد من وجود بدائل اخرى لسد ولو في المدى القصير، وبعد كده الصندوق برضه هيبقى متواجد لان لابد من الوصول الى حل، وده اللي حصل قبل كده على مدار التاريخ في التعامل مع صندوق النقد الدولي. طيب سيد أيمن، أيضا لجأت الحكومة المصرية إلى التخارج من البورصة، يعني باعت الكثير من حصصها في شركات طبعا كانت في السوق المالي، تقريبا تم تجميع 3 مليارات دولار. لأي حد هذا يعتبر خيار ولكنه غير مرغوب فيه، لأنه بقاء الأسهم الحكومية في السوق هو حماية أيضا لهذا النوع من الشركات المدرجة في البورصة. حضرتك الحكومة المصرية لم تتخارج، الحكومة المصرية موجودة في كافة القطاعات، ولكن بيعها أسهم ده نوع من أنواع الاستثمار، وبيع الأسهم ده شيء طبيعي لأن أي مستثمر بيدخل في الاستثمار وبيبقى فيه خروج للاستثمار، خاصة لو كان البيع لأشقائنا في الدول العربية. الأمر اللي بيترتب عليه دخول استثمارات وعملات أجنبية إلى مصر، وبالتالي ده في حد ذاته دور قوي للحكومة إنها بتقدر تجتذب المستثمرين من الخارج وبتضخ عملات أجنبية إلى مصر،
فبيعها هو شيء طبيعي كمستثمر، ودخول الحكومة هو الشيء المفروض بيبقى مؤقت لبعض الوقت لحين وجود مستثمرين، وده هيتم وهنشوف طروحات في الفترة اللي جاية للعديد من الشركات المملوكة للحكومة، لأن دور الحكومة زي ما قلنا هي لاعب رئيسي مجرد كأنه مستثمر ووسيط لحين وجود مستثمرين يبيع لهم الاستثمارات لكأي دولة في العالم. لكن هي الحكومه ليس دورها انها تدير المؤسسات والجهات في داخل مصر، لكن بتدعمها الى ان يتم بيعها لمستثمرين طالما هناك قدره ورغبه من المستثمرين للدخول السوق المصري. نعم، وبما انه يعني عم تتجه الحكومه اليوم سيد ايمن لهذا التنويع بسله اصداراتها سواء بالدولار او باليوان الصيني والين الياباني، الى اي مدى هي قادره بالفعل على استعاده جزء من الاموال والتدفقات الاجنبيه التي خرجت بالفتره الماضيه؟ يعني احنا عم نتحدث عن 22 مليار منذ بدء خروج هذه الاموال من الاسواق المصريه نتيجه للحرب الروسيه الاوكرانيه، هل ستكون هذه الاصدارات جاذبه هذه المره في ظل هذه الظروف؟ في ظل هذه الظروف لابد ان نعترف ان هناك مشكله عالميه، مشكله مش في مصر، المشكله دي على مستوى العالم يعاني منها كافه دول العالم بما فيها امريكا نفسها، وبالتالي الاجراءات اللي بتتبعها كل دوله لجذب الاستثمارات بتختلف من دوله الى اخرى. يمكن الحمد لله في مصر احنا قادرين حتى الان ان احنا نجتذب استثمارات، ويمكن الفتره اللي فاتت دي قدرنا نجتذب العديد من الاستثمارات على كافه الدول. حاليا اصدار السندات هي طبعا وسيله من احد الوسائل اللي مصر بتلجا ليها، والحمد لله نجحنا في العديد منها سواء في اصدارات السندات الدولاريه او اللي باليورو وحاليا باليوان الصيني او الين الياباني. ان كان في رغبه وتغطيه لهذه السندات فده بيعكس الى اي مدى ايمان المستثمر بالجو الاستثماري في مصر ورغبتهم في الدخول في مصر، خاصه في ظل ظروف استثنائيه، وان خروج الاموال الساخنه من مصر هذا كان فتره معينه من مصر اعتمد عليها على الاموال الساخنه والاستثمارات الساخنه، لكن حاليا تبنت الحكومه سياسه جديده واعلنت عنها انه سيتم الاعتماد على الاستثمارات الحقيقيه وليست طيب سيد أيمن، يتبقى لدينا سؤال أخير يتعلق بمساهمة مصر الأخيرة في جذب الاستثمارات الخليجية. يعني كان للرئيس السيسي عدد من الزيارات في عدد من الدول الخليجية، ويبدو أنه في أموال قادمة ليست أموال ساخنة على الإطلاق، بالعكس يمكن يكون الاستثمارات فيها على مستوى سيادي. إلى أي حد هذا أيضا سيدعم مالية الدولة، ولربما سيكون حتى شكل ليس الاستثمار وإنما مساعدة وضع دولارات كجزء من الاحتياطي لحماية سعر صرف الجنيه؟ حضرتك علاقتنا بالأشقاء العرب ليست علاقة مستثمر ودولة يستثمر فيها، احنا علاقة تمتد أخوة وعلاقات طويلة الأمد ومصلحه مشتركه، وبالتالي وجودهم معانا ومساندتهم لمصر اولا طبعا باعتبار العلاقه القويه مع مصر، ثانيا باعتبار انها استثمار، وده العلاقه اللي تم تطويرها بدل ما كانت مصر بتاخد من الاشقاء العرب ودائع ويحتفظ بيها كاحتياطي لدى البنك المركزي ويتم مدها كل فتره، ابتدت مصر تغير طريقه التعامل وابتدت تعطي فرصة إنها للمستثمرين الأشقاء العرب الدخول في الاستثمار في شركات حقيقية، وهو استثمار حقيقي مباشر، وفي نفس الوقت هيخليها تقلل الاعتماد على الأموال الساخنة، لأن الاستثمار الحقيقي المباشر هيبقى له رد وصدى في المجتمع سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى البطالة أو مستوى النمو، فبالتالي وجود المستثمرين العرب لفترة أطول هيحقق نتائج أفضل من الاحتفاظ به كاحتياطي لدى البنك. نشكرك سيد أيمن ياسين الرئيس التنفيذي لمجموعة بيزنس كوميونيتي، كنت معنا من القاهرة.